التاريخية مشاهدينا الكرام دخول أرضية تكون مكة الأحرار دائما وأبدا هي الجزيرة. فالي مولاي محمد على اليسار، إسماعيل إسلام منذر بكلة منتخب الصحراء الغربية إلى المولودية لتي مسمى في الحراسة. منتخب الصحراء الغربية بصورة تاريخية، ضربة الانطلاقة للمنتخب الصحراوي منذ البداية. تنفذ الكرة مباشرة نحو الرؤوس عزيز بن عبدي من المولودية، كرة دائما إلى اليمين تصل إلى حميدي، يراقب بالكونترول التوزيعة وأول تصدي من الحارس. أول يسار مخوش أنيس تعود دائما إلى منتخب الصحراء الغربية، تسديدة مباشرة والهدف الأول. جميل جدا، جميل وتاريخي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة أو الرابعة. هدف أول وفرحة هستيرية. من وقع التاريخ؟ من وقع التاريخ في بداية المباراة في الدقيقة الرابعة؟ يحق لك أن تفتخر وتفرح، ويحق لنا أن نفتخر ونفرح بالهدف الأول وبأي طريق. هكذا هي الفنيات حاضرة. تسديدة مباشرة في شباك المولودية، هدف أول في شباك التاريخ. جميل جدا، رائع هذا. طبعا في انتظار أن نتعرف على المسجل لحد الساعة. جميلة صراحة، يعكس مستوى ذكاء هذا اللاعب. الكرة دائما لصالح المولودية الآن. هارون، واحد اثنين مباشرة وهدف، هدف التعادل من مولودية الجزائر. طبعا الجمهور مثل ما فرح بالهدف الأول ثم الهدف الثاني. خلونا نقول أن الأهداف اليوم تسجل في شباك التاريخ لا غير. أوكيل هو من سجل هدف المولودية، أوكيل عبد الملك. طبعا الدخول ثم المراوغة، سقوط المدافع ثم أرسل الكرة زاحفة إلى الشباك. المباراة الآن خلونا نقول بهدفين متعادلة إيجابا في خمس دقائق فقط. أليست مباراة للتاريخ وخمس دقائق التأسيس ومنتخب يتأسس ليرافع لي القضية الصحراوية العادلة مثل ما فعل فريق. ماذا يقول؟ ألعب بالكرة إلى قلب الهجوم للمولودية. علي هارون، الكنترول حضر، محاولة التوغل. ماذا يفعل؟ يرسل الكرة إلى وكيل، التسديدة الثانية والهدف، تسديدة ثانية والهدف الثاني وثنائية وكيل. وكيل طبعا سجل في هذه البداية ما لم يسجله منذ بداية البطولة الوطنية. المباراة مفتوحة على كل السيناريوهات، مفتوحة على كل النتائج، هجمة بهجمة. بدأت هدف بهدف والآن الهدف الثاني للمولودية. دعونا نذكر دائما أن منتخب الصحراء الغربية حضر ب25 لاعبا إلى الجزائر، يسير على خطى الفريق المجيد لجبهة التحرير الوطنية الجزائري. هكذا قال رئيس الاتحادية الصحراوية للرياضة أحمد بابا يحيى بوحبيني. هكذا يرسل كرة طويلة مباشرة، تدخل الدفاع، منذر إسماعيل تعود دائما على مستوى الدفاع. الغيلاني يرسل كرة مباشرة، محاولة التوزيع إلى من؟ بعيدة. خوش الواحد اثنين حاضر، الوان تو مباشرة، التوزيعة كادت تخادع الحارس، كادت. سرعة الثنائية، ارسال كرة مباشرة رأسية دائم. هكذا نفذت الركنية والرأسية، الحارس كان في المكان المناسب. وكيل يرسل كرة يسارية مباشرة، تدخل الحارس مرة أولى ثم الدفاع في المواصلة. كرة من المولودية، رأسية دائما تعود إلى المولودية، ووكيل دائما. هل سيكرر؟ يرسل الكرة، تدخل الدفاع. وكيل يرفع الكرة يسارية دائما داخل، تدخل الدفاع الأول ومخالفة لصالح الدفاع. ألوان الأندية، ألوان المولودية وألوان المنتخب الصحراوي توزع مباشرة والهدف. هدف ثالث طبعا من مولودية الجزائر. ذاك الموضوع لم يحتسب لأنه فيه خطأ واضح من منزله.
خطأ موجود أنه يبحث عن التسديد. تنفذ المخالفة مباشرة تقريبا بنفس الطريقة وتدخل الدفاع. كل كرة لقنطاوي محمد سالم يرسل الكرة مباشرة تدخل دفاع. تبقى دائما لك وعنه الأقلام الجادة والنظيفة وستتحدث عنه أيضا المواقع العالمية. خلونا نقول إلا في الجزائر. كرة دائما إلى المولودية توصل إلى بخوش. أنيس يروض الكرة يبحث عن توغي. التوزيع حاضرة والحارس حاضر. هواري فرحاني يوزع الكرة مباشرة بعيدة. أبعيد الكرة حلالشي طبعا الذي اشتاق للتحكيم في البطولة الوطنية عبد الرزاق محلل أيضا بيتم المسعود. الأخطاء كانت تقريبا وجه لوجه وضيعها اللاعبون. الوقوع في الاستسهال كان واضح. هل كان في تسلل؟ على ما أعتقد لا. كرة دائما من المولودية والحارس بسبب الحالة يا الجزائر. طبعا مولودية الجزائر التوزيعة حاضرة إلى بخوش. أنيس القصير لا يصل على الكرة يناضل من أجل بقاء الكرة. هالف حصل على الخطأ. دائما يأبى يرسل الكرة وتدخل الدفاع مرة أولى على مستوى الاسترجاع والبناء. هذه المرة يرسل الكرة. أوكيل ماذا يفعل بالكرة؟ حليمية يتوغل ويسجل هدف. يتوغل ويسجل حليمية الهدف الثالث في الدقيقة 59. طبعا زاوية صعبة محمد جدا. فعلا زاوية كانت مغلقة لكن الحارس يعني يفتح الزاوية في النهاية. الأمر منطقي ومبرر استسلم لمنطقي الخبرة في اللقطة لأن حليمية بحكم الخبرة أدرك أن الحارس سيذهب إلى الجهة الأخرى فأرسل الكرة. وفتح الله إلى أرضية الميدان خالد بعد لحظات زميلي محمد. جميل تغييرات ستبدأ الآن. ليبيا رضا وقع الهدف الثالث طبعا في الدقيقة. فعلا محمد كرة دائما عند المولودية. التوغل يسارية والهدف الرابع للمولودية. الهدف الرابع للمولودية في الدقيقة 80 من رزا الذي سجل آخر. رزا أبندر أنايافو كولوينا من مدغشقر الذي استخدمته المولودية. نعم اسم رباعي طبعا. ورزا سجل الهدف في الوقت المناسب. التمريرة كانت جميلة يسارية بخارج القدم من أوكيل عبد الملك المتألق في هذه الكرات. لاهي والسلكو. والسلكو نعم. كرة دائما عند المولودية محاولة تسديد والهدف. الهدف من الطهر على ما أو علي هارون. علي هارون. علي هارون سجل الهدف الخامس للمولودية بعد تسديدة خاطفة. روض الكرة استدار وأرسل الكرة تحت أيدي الحارس الذي تابع الكرة غير أنها دخلت الشبكة. علي هارون في الدقيقة 85. عبد الرحمن دبيح راوغ محمد إسلام في اللحظة الماضية. حليمية أوكيل الطاهر يرسل كرة مباشرة والهدف الجميل. الله 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 هدف جميل. هدف جميل جدا من الطاهر. ثبت الحارس في مكانه واختم به مهرجان الأهداف سداسية كامل لصالح المولودية. الطاهر فتح الله في آخر ثواني المباراة سجل الهدف السادس لمولودية الجزائر. سداسية كاملة في المباراة. ثبت الكرة ثم ثبت الحارس فتح الرواق وأرسلها بعيدة على يميني الحارس الذي بقي واقفا يتوقف. ابدأوا بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير البشر.